بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم جاتني هذه الهونداي اكسنت، راح نوريكم واحد العطب يديروا ساعة في الصانع، او كي تشرو قطعة غيار لازم تراقبوها مليح قبل ما تركبوها. كاينة سيارة خوتها، خوت هذه درت لنا عطب، هو رالونتي زايد، رالونتي ترو كما يقول، كما ريقلنا ما باقي هو هو. ومن بعد كما تشوفوا لهنايا هذا الكوليكتور ضد ميسيون، قبل ما يعود فيه هذا العطب اللي هاني هدرت عليه في فيديو تقدروا تشوفوها تاع الريتور دي فلان، سقول تعطى الطوموبيل ويشق هذا. كاين مشكل اخر، ديما كي تشرو شدي هكذا، ديما كي تشرو كوليكتور دادميسيون راقبوا جوانات، هذو جوانات جاو معاه جدد، هذه لي زابرونتي ولا لي ميكانسيان او كاليفي، راقبوا جوانات شوفوا كيفاش محطوطين، شوفوها بكل ملاح، شوفوا هذا مليح، هذا مليح، شوفوا هذا، شوفوا المشكل وين لقيناه. هاو من هذا من عند الصانع اللي خدموا، شوفوا المشكل برا. هاو لهنايا المشكل، هنايا مقطع في الوسط، وهذا يسرب الهواء، يخلي ديما المحرك زايد في السرعه، في الرالونتي يعود فايت ال 1200 حتى 1500 دوره في الدقيقه. هذه باختصار، ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه المعلومه. نقول لكم ما تنساوش تشتركوا بقناه يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم.